مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتعرف على الصيغ المختلفة لمعادلة الخط المستقيم line ومعادلة الدائرة circle. نبدأ أولا بالأحداثيات الكارتيزية في المستوي cartesian coordinates in the plane. أي نقطة في المستوي ممكن أن تمثل بزوج من الأعداد الحقيقية A و B، مثلا النقطة في الشكل P، العدد الحقيقي A يمثل لي المسافة الأفقية من نقطة الأصل إلى النقطة P، والعدد B يمثل لي المسافة العمودية من نقطة الأصل إلى النقطة P. أيضا نقطة الأصل تقسم المحور X إلى قسمين، قسم موجب على الأعداد الحقيقية إلى اليمين، وقسم سالب على الأعداد السالبة إلى اليسار. أيضا تقسم لمحور Y إلى قسم موجب إلى الأعلى وقسم سالب إلى الأسفل. وألاحظ أنه المحورين X و Y يقسمان المستوي إلى أربع أرباع quadrants. ثانيا المسافة بين نقطتين في المستوي، المسافة بين النقطتين px1 y1 وqx2 y2 ممكن أن أحسبها من خلال قانون فيثاغورس. ألاحظ في الشكل هذه المسافة بين النقطتين P و Q، أكمل المثلث القائم الزاوية، والمسافة تساوي مجموع مربع المسافة الأفقية دلتا X X2 ناقص X1 والمسافة العمودية Y2 ناقصا y1. القيمة المطلقة للفرق بين النقاط على المحاور تمثل لي المسافة بين النقطتين. القيمة المطلقة للفرق بين x2 و x1 تمثل لي المسافة الأفقية، والقيمة المطلقة للفرق بين y2 و y1 تمثل لي المسافة العمودية. إذن D يساوي تحت الجذر دلتا X تربيع زائدا دلتا Y تربيع ويساوي X2 ناقصا X1 تربيع زائدا Y2 ناقصا Y1 تربيع تحت الجذر. أيضا صيغة نقطة المنتصف، نقطة المنتصف على الخط المسافة بين P و Q هذه النقطة ممكن أنه أحسبها X0 و Y0. X0 يساوي X1 زائدا X2 على 2 و Y0 يساوي Y1 زائدا Y2 على 2. مثال احسب المسافة بين النقاط التالية A P ناقص 1 2 و Q 3 4 إذا أجي أعوض X2 ناقصا X1، ممكن أخذ هذه X2 أو السالب واحد
نفس النتيجة، إذن يساوي 3 سالب سالب 1 تربيع زائدا 4 y2 سالب 2 تربيع تحت الجذر، ويساوي 3 سالب سالب 1 موجب يصير 4 تربيع زائدا 4 ناقص 2 2 تربيع ويساوي 16 زائدا 4 20 جذر 20 يعني 4 في 5 2 جذر 5 وحدة طول يونتس. مثال آخر بي بين النقاط the origin والنقطة PXY. الأورجن هي النقطة 0 0، إذن أيضا أجي أعوض بالقانون نفسه، دي يساوي X سالب 0 تربيع زائدا Y ناقصا 0 تربيع ويساوي تحت الجذر X تربيع زائدا Y تربيع، ثالثا ميل الخط المستقيم سلوب، الميل M يمثل كمية ثابتة constant ويساوي rise على run المسافة العمودية delta y rise على المسافة الأفقية delta x run، وبما أنه الميل m هو كمية ثابتة إذن ممكن أنه أحسبه بين أي نقطتين، من خلال أي نقطتين على الخط المستقيم ممكن أيضا أخذ هذه النقاط P1' وP2' وهذه تكون دلتا Y وهذه دلتا X، إذن الميل يساوي Y2 ناقصا Y1 على X2 ناقصا X1 ألاحظ هنا أيضا بالشكل الزاوية فاي هي زاوية انحناء الخط المستقيم الانكلينيشن أنجل، والميل M يساوي دلتا Y على دلتا X ويساوي تان الزاوية فاي. إذن بالنسبة لميل الخط المستقيم، أولا بالنسبة لي الخطوط الأفقية المستقيم الأفقي horizontal line ميله يساوي صفر لأنه دلتا واي يساوي صفر، وأيضا بالنسبة للمستقيم العمودي vertical line slope كمية غير معرفة لأنه الميل دلتا واي على دلتا اكس، وبالنسبة للمستقيم العمودي دلتا اكس يساوي صفر. ثالثا للمستقيمات المتوازية parallel lines ميل الأول يساوي ميل الثاني، فإذا كان عندي ميل لأحد مستقيمين متوازيين معلوم، إذن الميل الآخر أيضا معلوم. رابعا للمستقيمات العمودية perpendicular lines دائما حاصل ضرب ميل المستقيم الأول في ميل المستقيم الثاني يساوي سالب واحد، إذن إذا عندي مستقيمين متعامدين بينهم زاوية 90 درجة وكان ميل الأول معلوم، إذن ممكن أنه أحسب ميل الآخر، ميل الآخر المستقيم الآخر يساوي سالب واحد على أم واحد. رابعا the point slope equation of the line هذه معادلة النقطة والميل، فإذا كان عندي معلوم
نقطة P1 X1 Y1 وميل للمستقيم، ممكن أنه من خلال علاقة الميل M يساوي Y ناقصا Y1 على X ناقصا X1، والX وY هي أي نقطة على المستقيم، ومن ذلك أستنتج هذه الصيغة اللي نسميها الـ Point Slope Equation of the Line، اللي هي معادلة النقطة الميل، أي أنه عندي معلوم نقطة وميل تساوي Y1 زائدا M في X ناقصا X1. مثال: اكتب write an equation for the line through the point 2-3 و with slope سالب 3 على 2. اذا عندي مثال، اكتب معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة 2-3 وميله معلوم يساوي سالب 3 على 2. إذا أكتب بهذه الصيغة y يساوي y1 زائدا m في x ناقصا x1. أعوض النقطة P y1 يساوي 3 زائدا الميل سالب 3 على 2 في x ناقصا x1 يساوي 2 ويساوي 3 زائد. اذا ابسط هسه هذه المعادلة الناتجة من الصيغة، ممكن انه ابسطها اكثر، سالب 3 على 2 x، سالب في السالب موجب، سالب 2 تروح، إذا يبقى عندي 3 ويساوي ناقص 3 على 2 x زائدا 6. ألاحظ بعد التبسيط نتجت عندي صيغة مفيدة نأخذها بالفقرة القادمة، هي أنه ممكن أكتب معادلة الخط المستقيم بالصيغة y يساوي السلوب في x زائدا ثابت ب، هذا الثابت يمثل لي نقطة تقاطع المستقيم مع محور y. مثال آخر: اكتب معادلة للمستقيم المار بالنقاط ناقص 2 سالب 2 سالب 1 و 3 4. الآن عندي نقطتين معلومة على المستقيم، ممكن أنه أكتب من خلال علاقة الميل يساوي دلتا y على دلتا x ويساوي y2 ناقصا y1 على x2 ناقصا x1. إذن ثلاثة سالب، عفوا، أربعة ناقص واحد على ثلاثة ناقص سالب 2 ويساوي 5 على 5 ويساوي 1. إذا عندي ميل سلوب وعندي نقطتين معلومة على الخط المستقيم، ممكن أنه أستخدم أي نقطة من النقطتين لإيجاد معادلة الخط المستقيم. ممكن أنه نستخدم إذا نقطة 3-4، فأكتب y يساوي y1 زائدا m في x ناقصا x1. إذا y يساوي
4 زائدا الميل 1 في x ناقصا 3. ممكن أيضا أنه أبسط، إذا y يساوي x، 4 ناقص 3 يساوي 1. ألاحظ أنه الميل يساوي 1 من هذه الصيغة، ونقطة الأحداث في y لنقطة تقاطع المستقيم مع محور y يساوي 1. خامسا، the slope intercept equation of the line، صيغة الميل ونقطة التقاطع. معلوم عندي بهذه الصيغة الميل M ونقطة التقاطع Y intercept، نقطة تقاطع المستقيم مع محور Y، هذا الأحداثي Y. فإذا أقدر أكتب Y يساوي MX زائدا B، ومثل ما ألاحظ بالشكل هذا المستقيم L وهذا ال y intercept b وهذه زاوية ميل المستقيم phi. إذن هذه أيضا صيغة أخرى مفيدة، y يساوي mx زائدا b. سادسا، المعادلة العامة للمستقيم هي معادلة خطية في x و y، يعني خطية يعني عندي x من الدرجة الأولى أسها 1 و y نفس الشيء. إذن المعادلة العامة the general equation of lines للمستقيم هي ax زائدا by زائدا c يساوي 0. مثال، أوجد ميل و y intercept أحداثي y لتقاطع المستقيم مع محور y for the line 8 x زائدا 5 y يساوي 20. ألاحظ أنه عندي الصيغة العامة، المعادلة العامة للمستقيم 8x زائد 5y يساوي 20. إذن ممكن أنه أرتب المعادلة بحيث أطلع منها الميل و الy intercept، يعني أحصل على الصيغة y يساوي mx زائدا b. إذن ممكن أنه أنقل 8x إلى الطرف الآخر، 5y يساوي سالب 8x زائدا 20. إذا أقسم على 5، y يساوي سالب 8 على 5 زائدا 20 على 5 4. إذا أستنتج من هذا أنه الميل يساوي سالب 8 على 5، إذا M يساوي سالب 8 على 5. سابعا، the distance from a point to a line، المسافة من نقطة إلى مستقيم. مثل ما ألاحظ بالشكل النقطة P x1 y1 وعندي المستقيم L أي x زائدا by زائدا c يساوي 0، وأريد أوجد المسافة دي من النقطة إلى الخط المستقيم. إذا عندي صيغة مفيدة لحساب المسافة هذه دي، وهي القيمة المطلقة للصيغة العامة أي x زائد by زائد c، معوض بها النقطة p x1 y1 على تحت الجذر أي تربيع زائدا
بتربيع. ممكن أيضا أحل بطريقة أخرى، وهي أنه أوجد نقطة تقاطع من المستقيم العمودي على اللاين L، المستقيم L داش، المسافة طبعا لازم تكون عمودية من النقطة إلى الخط المستقيم L، فهذه ممكن نمثلها بالمستقيم L داش، ومن خلال إيجاد نقطة تقاطع المستقيمين Q، إذن ممكن أنه أحسب المسافة D، مسافة بين نقطتين P و Q. ثامنا، الزاوية بين مستقيمين، angle between two lines، مثل ما ألاحظ بالشكل عندي مستقيمين متقاطعين L1 ميلة M1، و L2 ميلة M2، وزاوية ميل المستقيم الأول هي بيتا، ألاحظ مقاسة باتجاه عكس عقارب الساعة، وزاوية ميل المستقيم L2 هي ألفا، إذن الزاوية بين المستقيمين L1 و L2 هي ثيتا، بيتا ناقصا ألفا الفرق بين الزاويتين. إذن إذا أخذت تان لبيتا ناقصا ألفا ثيتا تساوي بيتا ناقصا ألفا تان الزاوية، هذه علاقة تان الفرق بين زاويتين، مثل ما تعلمنا أنه الميل يساوي تان زاوية انحناء المستقيم، إذن M1 هو تان بيتا و M2 هو تان ألفا، إذن ممكن أنه أستنتج من تعويض M1 و M2 في علاقة تان الفرق بين الزاويتين أنه تان ثيتا يساوي M1 ناقصا M2 على واحد زائدا M1 M2. مثال، أوجد المسافة من النقطة P21 إلى المستقيم L Y يساوي X زائدا 2، ممكن أنه أحسب من خلال العلاقة D يساوي AX1 زائدا BY1 زائدا C absolute على تحت الجذر A تربيع زائدا B تربيع، عندي معادلة الخط المستقيم معطات وهي Y يساوي X زائد 2، إذن أساوي المعادلة للصفر فيكون عندي X ناقصا Y زائد 2 يساوي صفر، إذن A هذه الصيغة العامة AX زائدا BY زائدا C يساوي صفر، إذن أستنتج A يساوي 1، B يساوي سالب 1، و C يساوي 2، أيضا عندي النقطة معطاة 2 1 P 2 1، إذن X1 يساوي 2 وY1 يساوي 1، أعوض بالعلاقة، إذن المسافة من النقطة إلى المستقيم L تساوي A 1 في X1 2 زائدا B
سالب واحد في y1 واحد زائدا c 2 على تحت الجذر a تربيع زائدا b تربيع واحد تربيع زائدا سالب واحد تربيع ويساوي 2 سالب واحد 3 زائد 2 5 على 1 زائدا 1 تحت الجذر 2 تحت الجذر فإذا 5 على جذر 2. ممكن أيضا أنه أحسب المسافة بين النقطة P 2 1 والمستقيم L Y يساوي X زائد 2. هذا المستقيم L والنقطة P 2 1. إذن هذه المسافة ممكن أنه أمثلها بمستقيم من النقطة P للمستقيم L. فإذا إذا أوجد نقطة تقاطع المستقيمين L و L1 Q X Y ممكن أنه أحسب المسافة D من خلال المسافة بين نقطتين بما أنه المستقيم L يساوي Y يساوي X زائد 2. إذن ميل المستقيم L نسميه M يساوي 1. إذن ميل المستقيم العمودي L1 أو L داش سمينا M داش يساوي سالب 1 على M ويساوي سالب 1. وبما أنه عندي نقطة P وميل سالب 1 ممكن أنه أكتب معادلة المستقيم L داش من خلال صيغة الـ point slope y يساوي y1 زائدا m في x ناقصا x1 ويساوي y1 واحد زائدا السلوب سالب واحد في x ناقص 2. أبسط y يساوي سالب x زائد 1 طبعاً سالب 2 زائد 1 يصير 1 عفواً عندي سالب 1 x والسالب في السالب 2 يصير موجب 2 زائد 1 3. فإذا هذه معادلة المستقيم L داش. الآن أوجد بالإمكان إيجاد النقطة Q من خلال مقاطعة المستقيمين أساوي المستقيمين L و L داش إذن المستقيم L معادلته Y يساوي X زائد 2 يساوي المستقيم L داش سالب x زائد 3. إذن 2x يساوي 3 ناقص 2 ويساوي 1. إذن x يساوي 1 على 2. الآن ممكن أعوض قيمة x في أي معادلة من المعادلتين سواء معادلة L داش أو L لغرض إيجاد y. إذن أكتب y يساوي سالب x زائد 3 إذن سالب نصف زائد 3 ويساوي 2 ونص. إذن ممكن أحسب الآن المسافة. الآن عندي النقطة q نصف و 2 ونص والنقطة p
2 ب1، إذن ممكن أحسب المسافة بين النقطتين من خلال العلاقة دي يساوي دلتا إكس تربيع زائدا دلتا واي تربيع ويساوي تحت الجذر إكس 2 ناقصا إكس 1، إذن 2 ناقص نصف زائدا واي 2 1 ناقص 2.5، طبعا القوسين تربيع تحت الجذر، إذن يساوي 2 ناقص نصف يساوي 1.5، يعني 3/2، إذن 3/2 تربيع زائدا 1 ناقص 2.5 يساوي -1.5، يعني -3/2 تربيع تحت الجذر، ويساوي تحت الجذر 9/4 زائدا 9/4 ويساوي 18/4 تحت الجذر 18، 9 × 2 ويساوي 3، جذر 2/4 يساوي 2، وأيضا ممكن أنه أقسم جذر 2/2 يساوي جذر 2 بالمقام، فإذا يساوي 3/2 يونتس وحدات طول. الآن أنتقل إلى معادلة الدائرة circles. الدائرة اللي نصف قطرها A هي مجموعة كل النقاط PXY اللي مسافتها من نقطة معينة هي مركز الدائرة CHK دائما تساوي لي نصف القطر A. إذن من قانون المسافة بين نقطتين ممكن إنه أكتب تحت الجذر X ناقص H تربيع زائدا Y ناقصا K تربيع، H و K هو زوج الأعداد الحقيقية للنقطة C مركز الدائرة، إذن تحت الجذر يساوي نصف القطر A مثل ما لاحظ بالشكل، هي مجموعة كل النقاط اللي مسافتها من نقطة معينة CHK هذا مركز الدائرة تساوي دائما A. إذن من التربيع، تربيع علاقة المسافة، أوجد للستاندرد إكويجن المعادلة القياسية للدائرة اللي مركزها H و K CHK ونصف قطرها A. إذن هذه المعادلة تمثل لي المعادلة القياسية للدائرة، فإذا كان عندي معطى صيغة مثل هذه معلوم بشكل مباشر من خلالها مركز الدائرة زوج النقاط H و K ومعلوم نصف قطر الدائرة، وأيضا ممكن إذا موجود عندي معادلة من الدرجة الثانية معادلة قطع مخروطي ممكن أنه لدائرة ممكن أنه أرتبها بهذا الشكل بحيث أوجد مركزها ونصف قطرها. مثال، أوجد معادلة الدائرة Find the equation of the circle centered at the origin مركزها نقطة الأصل 0 0 ونصف قطرها 1. الحل أعوض بالمعادلة القياسية للدائرة الأورجن اللي هي 0 0 وأعوض نصف القطر 1، فينتج عندي X تربيع زائد Y تربيع يساوي 1. هذه الدائرة نسميها يونت سيركل، دائرة نصف قطرها وحدة واحدة. مثال آخر، Find the center and radius أوجد مركز ونصف قطر الدائرة X تربيع زائدا Y تربيع زائدا 4X ناقص 6Y ناقص 3 يساوي 0. أوجد المركز
ونصف قطر الدائرة المعطاة بالمعادلة من الدرجة الثانية في x وy، x تربيع زائدا y تربيع زائدا 4x ناقص 6y ناقص 3 يساوي 0. الحل طبعا لازم أوصل أحول صيغة هذه المعادلة إلى المعادلة القياسية للدائرة اللي هي x ناقص h تربيع زائدا y ناقص k تربيع يساوي a تربيع، حيث أن a هو نصف قطر الدائرة و h و k هو زوج الأعداد الحقيقية اللي تمثل لي مركز الدائرة. فإذا أول خطوة أرتب المعادلة بحيث الحدود اللي تحتوي المتغير x تكون 1 والمتغير y 1، والحد المطلق أنقله إلى الجهة الأخرى من المعادلة. إذن x تربيع زائدا 4x زائدا y تربيع ناقصا 6y يساوي 3. الآن أحاول أكمل المربع completing the square. أضيف نصف معامل x، وأنتبه لإشارته، أضيف نصف معامل x تربيع، أضيف مربع، خلي أقولها مربع نصف معامل x. فإذا أكتب x تربيع زائدا 4x، نصف معامل x هو 2، يعني 4 على 2 ممكن أكتبها، وممكن أكتب 2 تربيع، فإذا زائد 2 تربيع. أيضا نفس الشيء بالنسبة للقوس الآخر، أضيف نصف مربع نصف معامل y، y تربيع ناقصا 6y زائدا نصف معامل y سالب 3، فإذا أضيف سالب 3 تربيع. وأيضا للطرف الآخر أضيف نفس الكميات حتى تبقى المعادلة نفسها، فإذا يساوي لي 3 زائدا 2 تربيع زائدا سالب 3 تربيع. إذا ألاحظ أنه هسه صار عندي مربع كامل ممكن أنه أكتبه x زائد 2 تربيع زائد y ناقص 3 تربيع يساوي 3 زائدا 2 أس 2 4 7 زائدا 3 تربيع 9 يصير 16. فإذا ألاحظ المعادلة صارت تشبه المعادلة القياسية للدائرة، x ناقص h تربيع زائدا y ناقص 3 تربيع يساوي 16. إذا أستنتج y ناقصا k تربيع يساوي أي تربيع. إذا مركز الدائرة C H و K هو 2 سالب 3. أنتبه للإشارات. إذا إحداثي مركز الدائرة هو سالب 2 ب 3، ونصف قطر الدائرة 16 تحت الجذر، إذا A يساوي تحت الجذر 16 ويساوي 4. هنا بس أكرر، أنتبه لي الإشارات، هنا عندي موجب 2 وهنا عندي سالب H، فإذا X هي سالب 2 وهنا عندي سالب 3 سالب K، فإذا K هي 3. أكرر مرة أخرى، إكمال المربع دائما أضيف مربع نصف معامل x، أيضا بالقوس الآخر مربع نصف معامل y، وأضيف ذني الكميتين للطرفين.
الطرف الأيسر لغرض إكمال المربع، وللطرف الأيمن حتى لا تتغير معادلة الدائرة.